الفاتيكان أو ما يسمى بالفاتيكان باللغة الإيطالية، هذه هي دولة داخل دولة. هذه أصغر دولة في العالم وما تسمى بالفاتيكان. حدودها تقريبا 40 هكتار الدولة هاي. هاي طبعا في روما القديمة، في روما، في مدينة روما. أيوم يقول لك هاي منبع الديانة المسيحية يا جماعة، من هاي المكان منبع الديانة المسيحية. في هالمكان يا جماعة نيرون حرق 240 مسيحي في نفس اليوم، في نفس الليلة، عشان بس يكونون ينورون الحفل اللي كان يسويه هو حاشيته، لأن اتهمهم بحرق روما في هالمكان. تصوروا يحرق 240 شخص عشان ينورون الحفلة، سواهم كالشموع يعني. هذه هي الفاتيكان، وهالمسلة اللي تشوفونها هاي جايبينها من مصر. هذه وزنها 640 طن، يبوها من خلال في خلال 3 شهور من مصر الى هنا. انا بدخل داخل، لكن شوفوا، لاحظوا السيد، لاحظوا السيد، الناس اللي بيدخلون شوفوا السيد كم، شوفوا مطولة الناس اللي بيدخلون. عشان كذا بأجل الدخل، بحاول أجيب بكرة من الصباح بكير. شوفوا الناس اللي يستنون يدخلون، كل بالأمبريلا مالهم. اليوم مطر، يعني اليوم مطر، لا وما توفقنا فيه. هذه ساحة الفاتيكان. في هالمكان كانت تستوي سباغات للعربات الرومانية في هالمكان. هذه لو تكتبون في الجوجل دولة الفاتيكان بتطلع لكم. هذه هي الفاتيكان، منبع الديانة النصرانية. نشوفكم في لقطة ثانية، وإن شاء الله هاللقطات تنال إعجابكم وتكون وتفيدكم في رحلاتكم. الزائر لمدينة روما لابد من زيارة هاي، وكل الباصات السياحية وكل لازم يمرون هالمكان. بحاول قد ما أقدر أخذ صورة من داخل، لكن بحاول أجي بكرة الصباح بكير، عشان ما أقدر، يمكن يبقي لي ساعة لين يوصل دوري إذا وقفت الحين. اسمحوا لنا على التقصير، وحاضرين لأي سؤال يخطر في بالكم. هاي طبعا يفصلها بينها وبين الصوب الثاني في نهر، في نهر قريب من هنا عن الصوب الثاني. الفاتيكان، يلا سموحة منكم. هذا من داخل الفاتيكان، يعني ما ظني وتم فنان ما اشتغل في هالمكان. هذا تحفة، تحفة فنية بما تعني الكلمة. أنصح كل واحد يزور روما اي هالمكان، انه فعلا ما تقدر، ما تعرف شو تشوف من من التماثيل، من الألوان، من الزخارف، من على فكرة يا أخوان، الأماكن الدينية عموما في أوروبا كلها يمنعون دخول الملابس الغير محتشمة، وكذلك أي سلاح سواء كان أبيض ولا غيره. هذه المعلومية فقط. هاي القبة اللي كنا ركبنا فوقها، هاي شوفون هني فوق. لكن أنصح الجميع اللي يقدر يركب يركب، صراحة مأساة، مأساة. لا يوجد لفت ولا شيء، يعني مجهود رولك. أول شيء تقريبا 180 درجة، وبعدين 320 درجة للوصول للأعلى. في هالمكان يا جماعة، في هالمكان نيرون حرق 250 أو 260 شخص مسيحي ادعى أنهم هم اللي السبب في حرق روما. وحرقهم ليش؟ عشان
يضيء الحفلة اللي كان محتفل فيها هو حاشيته. تصوروا خلى العالم هم أحياء، خلى العالم مش مثل الشموع. إذا قلت روعة فما وفيت حقه. كل قطعة يا جماعة هني تحكي حكاية، مثلا النوع الخشب وين جايبينه، منو نحتنا، مثال الفلاني الشيء الفلاني الحاجة الفلانية، منو هذا سواها، منو الفنان سواها. من هنا هذا هو منبع الديانة المسيحية، من هالمكان انطلقت المسيحية إلى العالم. حاليا تقام صلاة، شوفوها مع التصوير. منع التصوير لكني بالخش أصور. هذه لقطة عن الفاتيكان، من شفناها، من شفنا المبنى من برا ومن داخل، لكن فعلا أول مرة أنا أدخل كنيسة بهذا الجمال، بهذا النقوش، بهاي. الزائر يا جماعة، كل زائر لمدينة روما لا ينسى في أماكن سياحية مشهورة جدا، اللي هو غسل النصر، الكولوسيوم، هذه المدرجات، يعني المدرجات الرومانية، ساحة إسبانيا، ساحة بيزا، ساحة، في أماكن كثيرة لازم يزورها، يعني نافورة تريفي. أشوفكم إن شاء الله في لقطة ثانية، وأرجو أني وفيت وكفيت عن هذا المعلم السياحي المهم في روما، والسموح التقصير، وتحياتي لمنتدى العرب المسافرون ومنتدى زاد المسافر. أهداء بسيط، وحاضرين لأي سؤال يخطر على بالكم. يلا والسموحة منكم، شوفكم في لقطة ثانية. نحن الحين على قمة الفاتيكان. أنصح أي واحد ما في لياقة ما يوصل هنا، شوف الأرض عيون عنا، كل دري ما في لفت، المشكلة ما في تلفري لفت أو حاجة يتوصلك إلا بمجهودك. هذه قمة الفاتيكان. No, I think it's funny. هذا المبنى التابع للفاتيكان. No.